أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتكم متى حسنا إلى أجل مسمى يؤت كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجوكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يسألون صدور لاستغفرون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والمستقر ومستودع كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا لهم العذاب معدودة ليقولن ما يبسوا. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بما كانوا يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزلناها من إنه لا يئوس كفور. ولئن أذقنا من نعمى بعد ضر مست ليكون دب سيدا أني إنه لفرح فخور. إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يكون كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه الفتو بسورة مثله ودعوا من استطعت من دون لين كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا والزينة والزينة ونوفي إليهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين لنسلهم في الآخرة للنار وحبيت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينتهم من ربنا كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به وما يفو به من الأنزل فأنا معيده. فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أبلغ من امترى على الله كذبا. أولئك عرضون على ربهم ألا لأنة الله على الظالمين. الذين يسدون عن سبيل ويبغون عوجا وهم الآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأنصارون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والصم والسين والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا لقومه لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب عليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نرى كتبعك إلى الذي ما أرادون بادي الرأي وما نرى لكم فضل بل ندنكم كاذبين. قال يا قوم عارض من كنتم على بيتي من ربي وآتاني برهان ومن ينصر من ناصر. قال يا قوم أرأيت من كل عين كنتم على بيتي من ربي وآتاني رحمة من عندي فهم يسعى عليكم أنلزمكم وأنتم لا كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا لله وما أنا بطار الذين آمنوا إنهم ملاك ربي ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أنقل لكم مني ملك ولا أنقل الزريع من ليتم الخير. الله أعلم في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلت فأثرت جدالنا فأعطنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أنصركم إن كان الله يريد أن يغيكم ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي جرمي وأنا بريء ما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن لمن قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بعينا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك وكلما مر على من قوم سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون فسوف تعلمون. فيأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفرط النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق علي القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجاريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سعوا الى جبل يأسمني من الماء. قال أسم اليمين من امر الله الرحيم. وحال بينهما الموج فكان من المورقين. وقيل يا أغد ابلعي ماءك ويا سماء اقلي وقضى الماء وقضى الامر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين وربي إني أعوذ بك أن أسأل ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح قم بسلام منا وبركة عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتهم سمي مسلمين آدم عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قوم ألا أنت من قوم قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مبترون يا قوم لا أسألكم علي أجرا إن أجري إلا الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يصل السماء عليكم مدرا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقولوا إلا ترك بأدواتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على ربي ربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغت ما أرسلت به إليكم واستخلف ربي قوما غيركم لا تدرون شيئا إن الله والله على كل شيء قدير فإن تولوا فإن تولوا فقل فقد أبلغ ما أرسلت به إليكم لا تدرون شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجينا من عذاب غليظ وتلك عاد جعلوا بآية ربي معصى ورسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وألقوا في هذه لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستمركم فيها فاستغفركم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت بنا مرجون قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة مما ينصر من الله إن أصيت ما تزيدونني غير تقصير ويا قوم إن هذه ناقة ولي أيتم فذروا تأكل في أرض لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاث أيام ذلك وأنتم قوم مكذوب فلما نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دار جزمين قال لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بين ثمود قال لم يغنوا فيها إلينا ثمود قال ألا بعدا لعاد ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تسيل نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال السياويلة آلد عن أجز والد بهذا أدبان شيخا إن هذا لشن عجيب قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركة عليكم أهل البيت إنه حميد مجيب إنه حميد مجيد فلما داب إبراهيم أرأى وجاءت البشرى وجدنا في قاملون إن إبراهيم لحليم أوام منيب يا إبراهيم عارضا هذا إنه قد جم ربك وإن ما أتمادب غير مردود فلما جاءت رسلنا لطان السياب مضاق بمدرع وقال هذا يوم عاصف وجاءه قوم يروا إليه من قبل كان يعملون السميات قال يا قوم هؤلاء بناته أظهر لكم فتقوم ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو قال لعنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصلوا إليك فأسر بأهل بكتع من الليل ولا يتب منكم أحد إلا مرادك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جمرنا جعلنا عليها فلا وامترنا على مجارة من سجيل ممدود مساومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد إلى مدينة خم شعيبا قال يا قوم عن ملكم من لين غيره ولا تنقصوا المقيال الميزان نبخين يا رقم خير وإن أفوا إن وإن خوف على مدام معيد ويا قوم أوفوا المقيال الميزان لقصوا لا تنسوا في العوض مسجدين بقيت الله خير لكم إن كنتم من نوم أنا عليكم بعظيم قالوا يا شعيب وصلاتك أنك تمرك الناس ما يبدو أبونا وإن لا في شك ما تدعونا إليه مريب قال يا قوم يا رأيتم إن كنتم على بيرن من ربي ورزقني من رزق حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أو يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لكم من بعيد فاستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وادود. قالوا يا شيمان وكثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا رحمتي أعز عليكم من الله اتخذتم واراكم دهريا إن ربي ما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب ارتقبوا إني معكم رقيب. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل ومن هو كاذب ارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جم نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين أن لم يغنوا فيها ألا بمنذر لمجانا كما بيد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بأيدينا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار وبئس الورد المرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمنا ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعوا من دون من شيء لما جم ربك وما زادهم غير تسبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أهدوا عليم شديد. إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد. فما الذين سقوا في النار لهم فيها الزافر والشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء أن غير مجذوذ. فلا تكو في مريات ما يعبد هؤلاء ما يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لمغفر نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما لا يوفيهم ربك أعمالهم إنما يعملون خبير. فاستقيم كما أمرت ومن تماك ولا تتقوا إنما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بعدما سقموا النار وما لكم من دون من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الفساد في الأرض لقوم لما نجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق أمة تمس كلمة ربك لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فقل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في بوادك وجاءك في هذه الحكم وعيدة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عامل وانتظروا انا منتظر ولله قوم السماوات والارض واليه يجر الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلنا القران عربيا لعلكم تعقلون. ننقص عليك اصلا قصص ما وحينا اليك هذا القران ان كنت من قبل لمن الغافلين. اذا قال يوسف لابي يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك لإخوتك فيكيدن كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يتبعك ربك ويعلم من تأويل الحديث ويتم من يمنته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف أخوه آية للسائلين إذا قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونسبه إن أبانا في ضلال مبين. وقتلوا يوسف فتراه بين وجهكم وتقيم بعد قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ألقوا في غيابة الجب يلتقط بعد سر إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمرنا لا يوسف إنا لناسيون أرسل معنا قريا ارتع ويلأف إنا له لحافظ. قال إني لا يزن أن تذهبوا أخاف أن يأكل أودي وأنتم أنه غافلون. قالوا لئن أكل أودي وأنا لسبت أن نايد الخاسرون. فلما ذهبوا بوجه في غيبة الجمع وحين يدروا هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أبوهم يسابي يقول قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يسمي دبعين فأكل أودي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قوم يسيب دبين غريب. قال بل سولستكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء السيارة بارسل واردهم فدلدن وقال يا بشر هذا غلام وأشروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وأشروا بثمن بخس دار معدودة وكانوا في من الزايدين. وقال الذي اشتروا من مصر لامرأته أكرم عسى ينفعنا نتخذ ولدا. وكذلك مكنا ليوسف العود ولنعلم تأويل الحديث والله غالب على من ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودت سلتي وفي بدن نفسي وغلقت الأبواب وقال اسعد لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن
همس وإنه لفظ ظالم ولقد همس به وهم بها لولا أرؤى برهان ربي أدلك نصيبا السرور والشأن من عباد المنكسر واستبق الباب وقدس قميصه من ذي من دول على فيا سيد هذا الباب قال اسم جزاء من أراد بذلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب عليم ولا هي روادسني أن سوى الشهيد الشهيد من عليها إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فكذبت من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن ربي بكيد عليم قال ما خطبكن إنه بكيد عليم فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال لنسوة في المدينة امرأة العزيز راودت فتاها عن نفسه قد سقفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت مكرين أرسلت سيرين وعتدت لهن متكئا كل واحدة منهن سكين وانقلت خرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمدنني فيه ولقد أراودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمر ليزنن ولأكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب يدعونني إليه وإلا تصرف عنه كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن سميع عليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليزنن وحتى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المسلمين قال يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما إما علم من ربي إني اقتربت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشم شهيدا لكن فضل علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب سيدنا أرباب متباركون خير نعم الله الواحد القهار وما تعبد من دوني إلا أسماء سميتم وأنتم آباؤكم أنزل الله بسلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب سيدنا ما أحدكم ويسكر باب خمرة وأما الآخر فيصلى فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات شمال يأكلن سبع عجاف وسبع سلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعملون قال وأضغاث أحلامي وما نهم بذا في الأحلام يعلمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا ونبيكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها السيدي قبضنا في سبع بقرات شمال يأكلن سبع عجاف وسبع سلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين نابا أما أسدتم فادروا في سم الله قال إنما تأكلون ثم يأتيهم بعد ذلك السبع شداد يقولن من قدمتم لهن لنقل ما تسنون ثم يأتيهم بعد ذلك عم في غاس الناس وفي أنسر وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك واسأل ما بال النسوة التي قطعنا دون إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إن راوتني يوسف نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عالم سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني بأستخلص فلما كلم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزان لابن نافيد عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض تبوء منها حيث يشاء نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجزم قال ائتوني بأخي لك من عبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني فلا أكلك مني ولا تقربوني قالوا سنراود أبوائنا لفاعلون وقال فدياً يجعلوا بضاعتهم في رهم لعل العمل يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا قال يا أبانا من أمنا لك الفرس معنا أخانا نقتل وإنا له لعبدون قال هل آن قال هل آمنكم علي لك ما منكم على أخي من قبل فالله خير حافظ ورحم رحيم ولما فتوا متهم وجدوا بضاعتهم ردس إليهم قالوا يا أبانا ما نبقي هذه بضاعتنا ردس إلينا ونمير أهلنا ونخفض أخانا ونزدل إلى بعيد ذلك اليسير قالوا رسمكم حتى
تؤتون موسيقهم من الظل تأتونني بإلا يحاط بكم فلما أنتوا موسيقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا على يوسف آوى إلى أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتس ما كان يعملون فلما جهزهم بجهازهم دعا الاستنقاذ تفير لأخي ثم أدى المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا على ماذا تفكرون قالوا نفكر السؤال الملك ولمن جاء بحمل بعير وعن وزيم قالوا تمر قد ما جئنا ما كنا سارقين قالوا فما جزاء إن كنتم كريمين قالوا جزاء ما وجد في رحل فجزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بعويد من قبل يا أخي ثم استخرج من وياء يا أخي كذلك إن اليوسف ما كان يأخذ خوف في ذلك لما يشاء الله يرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم قالوا يسرق فقد سرق أخوه من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدي ألم قال أنتم شر مكان والله علم تسبون قالوا يا أيها العزيز إن لا بن شان كبير فخذ هذا المكان إنا نراكم من المسلمين قال معاذ الله نأخذ ما وجد إلا ما وجد ما دعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا خرجوا ناجيا قال كبير ما لم تعلم أن أباكم قد أخذوا عليك موسيقكم من قد ما فرطتم في يوسف فلن أبار الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير العاكبين ارجعوا إلى أبيكم قولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا مما كنا للغيب حافظين فاسأل القوم التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الخزي فهو كظيم قالوا تالله تبتغوا تذكر يوسف تكون عرضا أو تكون الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتأسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح القوم الكافرون فلما دخلوا عليهم قالوا يا يلزم السنة وأهلنا الدر وجئنا مزداد فأوفينا للإنكال وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل أنتم أنفلتم بيوسف أخي أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قالوا نسوى أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا إن الله قد آثرك الله علينا إن كنا لخاطئين ولا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فانقل وجهي أبي بصيرا واتوني بعينكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبو من إلى أجد ريح يوسف ولولا أن تبدلون قالوا تالله إنك لفي ضلال قديم فلما جاء البشير قال وجهي فردت بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه غفور رحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إلى أبوه وقال ادخل مصر إن شاء الله آمنين ورفعوا أبوه على العرش وخر له سجدا قال يا أبت هذا تأويل من قبل قد جعل ربي حقا وقد أسن به إذا أخرجني من السجن وجبكم من البدء بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء القوم نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجموا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عن من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين من السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غشاة من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات من قبل ترون الناس مستوى على الناس وشخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
وهو الذي مد الأجل في أرواس أنهار من كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنان يشير إلى النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورة وجنة من عنب وزر ونخل سنوان وقرص ويسقى بماء واحد ونفضل من بعض على بعض في الأنقل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قال مدى كنا ترابا أين لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في عناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالصيد قبل الحسنة وقد خلت من قبل ما سلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ذلك بين ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل غصا وما تجد الرحمة تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب وشاهد الكبير المتعال سواء منكم من أسرار قوم من جهر من جهر ربي ومن استخف بالليل والسارب بالنهار له مؤنقبات من بين يد من خلف أنفذونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينسل السحاب الثقال ويصيب الرعد بحمد والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله يستجيبون بشأن كبست كفينا الماء ليبلغ فهو ما هو بلغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يزل بالسماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل من رب السماوات والأرض قل الله كل فاتخذ من دون أولياء لا يملكون مسلم نفعا ولا ضرا قل هل نستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلق ما تشابه الخلق عليهم قل الله وخالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودة بقارها فتملزل الزبد الرابية ومما ينقدون في النبت غاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فهم كسب الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكرون أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من خشية ربهم يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا رزقهم سرا وعلانية ويدارهم الحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلون من صم الآباء وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل بسجن في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفره في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويكون الذين كفروا لا أنزل عن ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم واسم كذلك مرسلنا في أمم قد خلت من قبل أمم الذين تسلوا عليهم الذي أوحينا إليكم يغفرون برحمن قل وربي لا إله إلا هو علي توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت بالجبال أو قتلت بالعود أو كلم بالموتى بل لله الأمر جميعا فلم يسل الذين آمنوا ولم يشأوا لدنا جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيب ما صنعوا قارية أو تعود قريبا من دار حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون ما لا يعلم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم صدوا عن السبيل ومن يضلل فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وادٍ لهم تلك قبل أن تقوم قبل كافرين النار والذين آتيناهم الكتاب فرعون ما أنزل عذاب ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله أشرك به إلي أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجمع أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما
يشاء ويثبت عندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم ونتوفى فينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقص من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سائر الحساب وقد مكر من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له بالسماوات ما في الأرض ويل لكل من آدم شديد الذين استحبوا الحياة الآخرة سدنا سبب قلناها وجاء أولئك من ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول بلسان قوم لهدى ويد ما يشاء ويد ما يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لا شديد. وقال موسى إن تكفر أنتم من في الأرض من فإن الله لغني حميد. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وعاد وثمود والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءهم رسل بالبينات فردوا أيدهم فيهم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال الرسل ما بلا شك بدين السماوات والأرض يدعونكم من دونهم يخيم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم لا بشر مثلنا تريدون أن تسدنا ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قال لهم رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل يتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما رتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلنا نخرج من عودنا ولا تعودنا في ملتنا فوعى إليهم ولنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستبدأ وخاب كل جبار عنيد من ورائه جنب يسقى بماء صديد يتجرع ولا يذكر يسيق الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا وعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ويشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلأنتم مولون عنا من عذاب من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من معيص. وقال الشيطان لما قود الأمر إن وعدكم وعد الحق وعدتكم أقلمتكم ما كان ليكم سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتم من قبل إن الظالم لهم عذاب عليم. وادخل الذين آمنوا صلى جنات جنات تجري من خلنا فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الأمثال الناس العالم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويبين الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلون وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإنما مصيركم إلى النار. قل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنه لأضلن كثيرا من الناس أمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنه غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي لما رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدون لم ترفهم وافلتهم هوى وانذر الناس يوم يأتي العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بما الله ربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم ان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل العود غير العود والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفار سرابيلهم من قدران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.